التجارب والضيقات ليست فقط نافعة وإنما هي أيضا ضرورة، وهي علامة من علامات الطريق، لأن الكتاب أيضا بيقول بضيقات كثيرة ينبغي أن نرث ملكوت الله. ولذلك في المسيحية اعتبرت الآلام هبة من هبات الله، وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا من أجله. المهم في إن هذه الآلام تكون شركة في آلام المسيح، الشركة مع المسيح في الآلام نتيجتها الشركة مع المسيح في المجد. فالمسألة بالنسبة للإنسان عايز ياخد راحته على الأرض ولا في السماء، من الصعب أنه يجمع الاثنين، والكتاب يقول كل واحد يأخذ أجرته بحسب تعبه. من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه كل يوم، لأن وراء كل ضيقة توجد بركة. التجارب اللي تيجي من ربنا ليها على الأقل 6 صفات هقولها لكم. الصفة الأولى إنها ضيقة صالحة أو تجربة صالحة، ليست تجربة بالشر. مش واحد يقع في خطية يقول دي تجربة جت منين، لا، التجربة اللي من عند ربنا تجربة صالحة، يعني ما فيهاش خطية. والتجربة أيضا من صفاتها إنها في حدود احتمالك، والكتاب بيقول إن الله أمين لا يجربكم فوق ما تطيقون. والتجربة أيضا تكون معها معونة وتكون معها قوة، عشان كده يقول إن التجربة معها المنفذ، دي صفة أخرى، التجربة معها إيه؟ المنفذ، يعني معها الحل. والتجربة أيضا غالبا بتكون لفترة محددة تنتهي فيها. والصفة الأخيرة للتجربة إنها كلها للخير، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. لا يصح إن قلبك يضيق أمام الضيقة، فيه مشكلة وفيه ربنا حلال المشاكل، فيه ضيقة وربنا فاتح فيها منفذ. القاعدة الأساسية في التجارب هي العبارة الآتية: الله لا يمنع عنا التجارب ولكن يكون معنا فيها. أنا مش عارف بيترجموا كلمة ضيقات بإيه، لكن ترجمة كلمة ضيقات عندنا يعني بركات وأكاليل، أدي ترجمتها المظبوطة. يوحنا الحبيب اللي كان بيتكئ على صدر المسيح عاش في الضيقات، هو راخر واتجلد مع بطرس واتسجن ونفي إلى جزيرة بطمس. هو الإنسان لازم يكون مبسوط من جوه ويملكه السلام من جوه، وما الضيقة من بره دي ولا تعمل فيه حاجة. دي المثالية، يقابل الضيقة بشكر ويقابل الضيقة بفرح. ربنا بيسمح بالضيقة كاختبار لمحبة الإنسان، هل في الضيقة هيتزمر يتمرد تقل محبته لربنا، يقول له ايه يا رب ده اللي انت بتعمله فيه ده. ايضا عشان تختبر محبة الله ليك في الضيقة، وتختبر يد الله كيف تدخل في الضيقة وكيف تحل الموضوع. الضيقات بتعطي الإنسان خبرة في الحياة الروحية، وغالبا فيه خير وفيه منفعة. وأيضا الضيقة بتعطي معرفة، الإنسان بيعرف نفسه ويعرف ضعفاته ويعرف أخطائه ويعرف نوعية شخصيته، وأيضا يعرف ربنا وعمله معاه، وأيضا يعرف عدوه من صديقه. الضيقات دي زي امتحان الواحد بياخد فيه شهادة، تقول مش عايز الضيقة يقول لك طب ما تاخدش الشهادة. والضيقات كثيرا ما تعطي الإنسان تواضع قلبه وانسحاق. الضيقات مدرسة تعلم الإنسان الصلاة، تعلمه الصوم، تعلمه الندر، تقوده للتوبة. الضيقات بتجيب أكاليل في السماء وبتجيب عزاء أبدي زي حكاية لعازر. ولما تجيلك ضيقة أيضا تطمئن إنك ماشي في الطريق المظبوط اللي قال
تمشوا في الطريق الكرب وتدخلوا من الباب الضيق، ولما تخش في الضيقة تبقى شريك لآلام المسيح وشريك لمجده العتيد. ولما تخش في الضيقة وتعرف ازاي تتصرف فيها يجي لك نوع من النضوج الروحي والنضوج الفكري. وفي ضيقات ساعات ربنا بيسمح بيها للوقاية، زي ما بولس الرسول قال: ولكي لا ارتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لكي لا ارتفع. وربنا ساعات بيسمح بالضيقات في العالم عشان نشتاق إلى العالم الآخر. لو كان العالم ده كله لذة كان الواحد ما يحبش يسيبه، وتبقى ساعة الموت مكروهة. لكن لما يبقى العالم فيه ضيقات الناس يقولوا الآن يا رب تطلق عبدك بسلام حسب قولك، ويستريحوا أنهم يسيبوا هذا العالم.